بارك الله فيكم. سائل يسأل: هل يجوز لي أن أستخدم الأدوات التي اشتريتها لتستخدم في المسجد مع العلم أني قائم على هذا المسجد بكل المستلزمات التي يحتاجها؟ إذا أنك شريتها للمسجد، نويتها وشريتها للمسجد، يتعين صرفها للمسجد لأنها صارت وقفا من أوقاف المسجد، فتستعملها في المسجد ولا تستعملها في غيره.